بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هل هناك دين اسمه دين الإنسانية؟ الحقيقة نجد اليوم بعض من يقول نريد دينا رحيما يعامل الناس سواسية كأسنان المشط، نريد دينا يعطي الحقوق للأقليات، نريد دينا يضمن حرية الإنسان وحرية تصرفاته واعتقاداته. أيها الأحبة، الحقيقة الدين، أنا حسب بحثي طبعا، الذي يضمن للإنسان السعادة والطمأنينة والمحبة والرحمة والحياة الآمنة في الدنيا وفي لحظة الموت وما بعد الموت، هو دين واحد فقط، هو الإسلام، وسأثبت لكم ذلك. طبعا إذا أردنا أن ننظر إلى الإنسان كمصلحة عامة، يعني مصلحة هذا الإنسان ماذا تقتضي؟ أنا مثلا سأخذ نفسي مثالا، أنا لدي مصالح شخصية تتعلق أولا بالسعادة في هذه الدنيا والطمأنينة والابتعاد عن الأمراض، الابتعاد عن المشاكل النفسية والاجتماعية، والابتعاد عن الهموم والاكتئاب والأحزان. هذا ما يطمح له كل إنسان حقيقة. طيب، نحن عندما يدعي البعض أن هناك دينا أفضل من الإسلام، طبعا هم يسمونه دين الإنسانية، أو ربما يتبع قوانين العلمانية أو العلمانية حسب يعني رأي كل فريق، ولكن هذه الأديان لو حللناها حقيقة سوف نجد أنها مضرة بالإنسان ولا تحقق مصلحة الإنسان وليست إنسانية. مثال على ذلك أيها الأحبة، عندما نترك الإنسان يرتكب الفاحشة وهي الزنا كما يشاء، سوف يؤدي ذلك إلى انتشار عدد هائل من الأمراض المنقولة جنسيا، فيؤذي زوجته ويؤذي أولاده وينشر المرض لغيره. بالنسبة للمرأة التي تمارس أيضا هذا الزنا، سوف تنقل الأمراض لأولادها وزوجها، وسوف نجد عدد كبير من أولاد الزنا ليس لهم مأوى. حسب الدراسات الأمريكية في الغرب ينادون بهذا الدين، دين الإنسانية. حسب دراساتهم هم عندما أطلقوا العنان للإنسان لكي يمارس شهواته ورغباته وهواه، يتبع هواه دون أي يعني حواجز أو دون أي تقييد أو قيود، كانت النتيجة أن هناك أعداد هائلة من المصابين بأمراض مثل الإيدز، يموت منهم الآلاف كل عام حتى الآن، وأمراض أخرى منقولة جنسيا أيضا مؤلمة ومتعبة ومكلفة كعلاج. كذلك هناك عدد كبير من المجرمين المحترفين، والإحصائيات كلها في الولايات المتحدة الأمريكية لأنها هي الأدق من ناحية الإحصائيات. هناك عدد هائل من المجرمين، معظم هؤلاء المجرمين هم أولاد زنا، لأن الإبن الذي لا يعيش في أسرة متماسكة ومترابطة ولديها قيم وأخلاق ولديها عدل وحب اجتماعي وتعطيه الحب العاطفي، غالبا ما ينحرف باتجاه الجريمة. طيب، كيف تقولون لي نريد دينا اسمه دين الإنسانية يضمن السعادة للمجتمع، ثم نجد هذا الدين أحد تعاليمه كان سببا في نشر الأمراض الجنسية المعدية التي تفتك بالبشر؟ إذن أين السعادة؟ طيب، حوادث العنف المنزلي هناك لديهم بسبب الخيانة الزوجية
لديهم حوادث عنف منزلي وحوادث اغتصاب وحوادث كذا كذا، إحصائيات مرعبة. ارجعوا إلى وزارة العدل الأمريكية وإلى مركز CDC المسؤول عن مقاومة الأمراض المنقولة جنسيا، وهي مراكز شهيرة جدا في أمريكا وتعطيك إحصائيات دقيقة. انظروا إلى الأرقام المرعبة لزنا المحارم، للاكتئاب، لعدد الانتحار، كم واحد يموت منتحرا. انظروا إلى هذه النتائج. يعني أنا بالنتيجة أريد دينا يضمن لي ولأولادي وللمجتمع من حولي، يضمن لنا السعادة. طيب الدين الإسلامي، سنقيس الآن تعاليم الإسلام على هل تحقق مصلحة الإنسانية أم لا؟ يعني هذا هو السؤال. أول شيء، الإسلام يريد منك أن تكون مؤمنا بإله خالق لهذا الكون، ومؤمنا بيوم الحساب حيث يحاسب كل إنسان على ما عمل. هذا المبدأ أو فكرة الإيمان لها فوائد صحية ونفسية، وتعالج طبيا حالات الاكتئاب والقلق، يعالجها الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك افترض أن شخص ظلمك، قتل ابنك، اغتصب أحد إحدى أقاربك، سرق بيتك، ولم تستطع أن تفعل أي شيء، هرب. هل تموت في حسرتك أو تعيش مكتئبا أم ماذا تفعل؟ يجب أن يكون لديك اعتقاد أن هناك يوم قيامة، وكل إنسان سيحاسب، هذا الإنسان سيحاسب تماما على ما عمل، وسيأخذ الله حقك، ولن يظلم الله مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن أيها الأحبة، إيمانك بهذا الخالق العظيم فيه فوائد، فيه فوائد لك. طيب إقامة الصلاة فيها فوائد وعلاج، تحدثنا عنه كثيرا. الصلاة تجعلك طاهرا، والطهارة مهمة في الطب الوقائي. يعني يحقق لي أنا الصلاة شخصيا، أنا أمارس الصلاة طبعا كخوف من الله وعبادة الله، ولكن أنا أستمتع بهذه الصلاة عندما أتوضأ كل يوم 5 مرات، وعندما يكون جسدي على طهارة، هذا مريح من الناحية النفسية أيها الأحبة. الشيء الثالث، الزكاة. أثبت العلماء أن الصدقة تجعل الإنسان أكثر سعادة ممن يأخذ المال. إذا الزكاة شيء جيد، طبعا هذه أركان الإسلام. طيب الصيام، هل تذكرون الفوائد الهائلة التي تحدثت عنها جامعة هارفارد عن الصيام؟ في الغرب الآن يمارسون الصيام. طيب أنا كل هذه التعاليم التي أعطاني إياها الإسلام وفرضها علي، حققت لي مصلحة تجعلني أشعر بإنسانيتي وأفيد من حولي. طيب عندما حرم الله الخمر، الخمر يسبب تشوهات في الشريط الوراثي DNA، حسب دراسة منشورة في المجلة الطبية البريطانية تحدثنا عنها كثيرا. هذه التشوهات في الشريط الوراثي تؤدي لأنواع مختلفة من السرطان، 7 أنواع سرطان رئيسية. طيب الإسلام عندما حرم عليك الخمر أراد لك الخير، أراد لك أن تكون إنسانا نقيا طاهرا سعيدا مطمئنا في صحة جيدة. الإسلام عندما حرم عليك الميسر أو القمار، أيضا هذا جزء من الإنسانية، لأن القمار مدمر للأسرة، يحدث تأثيرا في الدماغ حسب دراسة لجامعة ميرلاند يشبه تأثير المخدرات. تصور أخي الحبيب، الإسلام عندما حرم الزنا وحرم ما يسمى بالمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي، عندما حرم هذه الأشياء أراد أن يحفظك من شر الأمراض، شر المشاكل الاجتماعية، وأراد أن يحفظ المرأة من شر الاغتصاب عندما أمرها بالحجاب ليحجبها عن الشر، لأن الله يعلم أن هناك الكثير من ضعاف القلوب. أنت إذا كان لديك شيء فاخر، جوهرة فاخرة، تخفيها عن الناس خوفا من السرقة، خوفا من الأذى، خوفا من أشياء كثيرة. المرأة أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون كالجوهرة المكنونة،
أراد أن يحفظها فأمرها بالحجاب، أمرنا بغض البصر أيضا تكريما لهذه المرأة. يعني عندما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا تكريم للمرأة، أمرك أن تغض بصرك عن هذه المرأة ولا تنظر إلا يعني بالشكل الذي أمرك الله به سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، الله عز وجل عندما حرم علينا أكل الربا أراد لنا أن نعيش حياة الكل غني، لا أن تتركز الثروة المليارات في أيدي القلة القليلة والسواد الأعظم يعاني من الفقر. لذلك حرم الربا، حرم أكل مال اليتيم، حرم الكذب، لأن الكذب داء، داء يفتك بالمجتمع. عندما حرم الكذب هذا جزء من إنسانيتي، عندما أمرني ألا أكذب ليضمن لي أن أكسب مصداقية لدى الناس وليجنب الناس شري ويجنبني شر الناس، لأن الكذب مدمر. الكذب مفتاح كل شر على فكرة أيها الأحبة. عندما أمرني بالصدق، عندما أمرني النبي بإتقان العمل، هذا أليس جزءا من الإنسانية؟ عندما أمرني أن أكرم جاري، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أمر نبوي. طيب هل هذا إنسانية أم ماذا؟ طيب أنت تتحدث عن دين الإنسانية، إذا قرأت تعاليم الإسلام بإنصاف وباعتدال وبحيادية سوف تجد أن دين الإسلام هو دين الإنسانية. وأختم أيها الأحبة بكتاب للبروفيسور كريغ، تحدثنا عنه سابقا. هذا البروفيسور شخص مسيحي غير مسلم، ولكنه أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية، قرر أن يدرس حياة نبينا عليه الصلاة والسلام من وجهة نظر قواعد علم الاجتماع التي يدرسونها في الغرب. وجد أن هذا النبي هو نبي الإنسانية، لذلك أطلق كتابا، لا أدري إن نشر أو قيد النشر، ولكن عنوان هذا الكتاب إنسانية محمد، إنسانية محمد، Humanity of محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أيها الأحبة، نحن عندما ندرس حياة هذا النبي باعتدال نجد أنه هو رائد الإنسانية، وعندما ندرس تعاليم القرآن العظيم وتعاليم ديننا الحنيف الإسلام نجد أنه بالفعل هو دين الإنسانية. لذلك الله تبارك وتعالى ليس عبثا عندما قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عندما أنزل هذه الآية اعترض المشككون عليها، حتى اليوم يعترضون. الإسلام يعني الإنسانية، يعني الرحمة، يعني العدل. الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن العدل لجميع البشر، ولكن بشرط أن نفهمه بشكل صحيح. المشكلة لدينا إساءة فهم هذا الدين الحنيف والأخطاء الكثيرة في تفسير آيات القرآن. إذا فهمناه فهما لغويا بسيطا كما أنزل سوف نصل إلى نتيجة أنك عندما تترك الإسلام تترك الإنسانية، عندما تبتغي غير هذا الإسلام دينا أنت تتوجه باتجاه المرض والإيدز والفواحش والإيذاء والاغتصاب والانتحار وإيذاء النفس وأضرار كثيرة جدا. إذن أيها الأحبة، رجاء افهموا هذه الآية جيدا. عندما قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لا يريد الله سبحانه وتعالى أن يرغمك على الدين الإسلامي، لا، يريد أن يردك إلى الفطرة، إلى فطرتك السليمة، يريد أن يعني يعطيك الطمأنينة والسعادة والحياة المطمئنة. لذلك قال سبحانه وتعالى، وأختم بهذه الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ما هي النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ماذا عن الآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.